اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية برنامج تعزيز الهوية الوطنية للمدرسين الذي نظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. البرنامج يهدف إلى تعريف فئة مدرسي المراحل التعليمية الثلاث بأهم المبادئ والأفكار الخاصة بالإطارين السياسي والقانوني للنظام السياسي البحريني. تفاصيل ختام الورشة في التقرير التالي. خضع المدرسون المشاركون في برنامج تعزيز الهوية الوطنية للمدرسين لاختبار تحريري تم تنظيمه في اليوم الأخير من الورشة بهدف قياس مدى استفادتهم من المحاور التي تم تسليط الضوء عليها على مدار الأيام الأربعة الماضية. استمرينا على مدى أربعة أيام، شرحنا العديد من القوانين والمواد الدستورية والإعلامية. تفاعل المشاركين معنا وتفاعل المحاضرين معهم، واستطعنا إلى حد كبير إنفاذ ما نسعى إليه من أهداف. اليوم وطبقا لرؤى معهد البحرين للتنمية السياسية في قياس مدى استفادة أبنائنا وإخواتنا المدرسين من هذا البرنامج، قمنا بعمل امتحان كتابي تحريري للسادة المدرسين لقياس مدى استيعابهم للمحاضرات التي أقلت عليهم في الأربعة أيام السابقة. وللتأكيد هذا البرنامج تم إنفاذه بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم. البرنامج يهدف إلى غرس القيم والمفاهيم الوطنية وتقديمها بشكل مبسط لطلبة المدارس، ما يساهم في تعزيز الولاء والانتماء وقيم التسامح والتعاون لديهم، على اعتبار أن المعلم يلعب دورا دقيقا في إيصال المعلومات للطالب. فإعداد مدرس واع في الجانب السياسي وعلى معرفة تامة بأهداف وأركان المشروع الإصلاحي سيكون له تأثيرا واضحا في المخرجات التعليمية بمختلف المراحل. الغرض من استعراض هذه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية والجمعيات السياسية للمدرسين حتى ينعكس ذلك على منهج تدريس المواطنة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة بشكل مبسط ومفهوم لأبنائنا الطلبة في المدارس. وكل المدرسين الأفاضل اللي شاركوا بأعداد كبيرة وبالتزام لحضور هذه المحاضرات. الورشة اليوم وهم يمتحنون تحقق أهدافها من خلال المعلومة اللي راح نتلقاها من الإجابات، وأنا يهمني من هذا الامتحان هو أن أنا أشعر بأن الممتحن فاهم للسؤال وفاهم للموضوع حتى نعزز دورنا في نشر الوعي بالميثاق والدستور. طرح مثل هذا النوع من البرامج يصب في صالح عملية التنشئة السياسية للأجيال القادمة، والتي يبذل فيها المعهد جهودا مستمرة سعيا منه لتنشئة جيل قادر على تحمل المسؤوليات الوطنية والمشاركة بإيجابية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.